مرحبا بكم في قرعة دوري إيمينتالات لكرة القدم 2024. كيتنظم هذا الدوري من طرف جمعية إيمينتالات للثقافة والرياضة والتنمية والتعاون والمحافظة على شجرة أرغان، بالتنسيق مع إلكترو أهل الخير ووكالات المغربية للأصفار والسياحة بجامعة أساس مشروع العين إقليم تالودان تحت الإشراف الحاج سعيد أشبو. كيشاركوا في هذا الدوري 16 فرق من عدة جامعات: جامعة تسجل، جامعة تيدسي إسندن، جامعة أساز، جامعة تزمر. السلام عليكم. باسمي وباسم جميع مكونات جمعية إيمينتالات للرياضة والأرغان والأعمال الاجتماعية، كنشكر الحضور اللي حضر في هذه القرعة اللي دارت في يوم 2 يونيو 2024 على الساعة 6 مساء. واليوم الحمد لله القرعة راه دازت في جو جد جد مريح. الإخوان اللي حضروا معنا جميع الجمعيات مشاو على خاطرهم، شافوا جميع الأمور اللي دوزنا كانت في صفاء وكانت الأمور واضحة. المهم من هذا الدوري إن شاء الله كنتمنوا أنه يكون النسخة الأولى اللي عند الجمعية ديال الإيمينتالات يكون في المستوى اللي كنتمنوا، وبطموحات ديال جميع ساكنة إيمينتالات وجميع ساكنة سندان وكذلك الإخوان اللي شاركوا معنا، كاين جمعيات اللي شاركوا معنا من دواوير أخرى، وكنتمنوا التوفيق للجميع إن شاء الله بإذن الله. اليوم كان لقاء تواصلي مع الفرق المشاركة في هذا الدوري إيمينتالات والعدد ديالها 16، كان يعني لقاء تواصلي تم وضع يعني الترتيبات الأولية قبل بداية هذا الدوري أو العرس الكروي أو الرياضي في دوار إيمينتالات جامعة أساس إقليم تالودانت. يعني دائما هذا الدوري بشراكة مع جمعية إيمينتالات للتنمية والثقافة والمحافظة على شجرة أرغان ومع بتنسيق مع الحاج السيد أشبوخ يعني مؤسس شركة يعني أصفر المغربية وشركة إلكترو أيت بن هوا. اليوم قمنا بالقرعة في هذا المكان في هذا المقعد خلد بالعين، وقمنا بهذه القرعة من أجل يعني وضع ترتيبات قبل بداية أطوار هذا الدوري يعني والتعرف على المسؤولين. يعني سأقدم يعني كلمة شكر للسيد سيد أشبوخ والسيد رئيس جمعية إيمينتالات للتنمية والثقافة والمحافظة على شجرة أرغان، وأيضا السيد أحمد الحاج أحمد الواعر رئيس جماعة أساس. بجميع الفرق المشاركة وجميع الجماهير تسكتلت تزمورت أساس تيدسي جميع الفرح بجميع، وكما تنشكروا رئيس جامعة أساس والنائب ديالو، وتنشكروا سعادة القائد، وتنشكروا رئيس الدرك الملكي ديال السبت قردان، وتنشكروا الجميع وتنحبوا بالجميع. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. غصت نشكر الحاضر غلقر عن دوري إيمينتالات بمناسبة عيد الأضحى. الحمد لله القرعة تزري على أحسن ما يرام تحت أجواء جد جيدة بحضور مجموعة من المسؤولين الفرق. كنشكروا اللجنة المنظمة لهذا الحفل اللي صراحة عانوا بزاف وبمجهودات كبيرة لتنظيم هذه القرعة أولا، ثانيا لتنظيم الملعب التي ستوف تجرى فيه فعالية دوري عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله دوري إيمينتالات كمنطقة ترحب بجميع الوافدين إليها. إيمينتالات ناس محبين للصداقة والأخوة والمحبة،
الحمد لله يا حل القرعه اللجنة على الراس القائمه الحاج سعيد اشبوخ ولا كلشي الجمعيات ولا كلشي مداد لي صهرنين في المقرره دار تنشكر بهره ان شاء الله رانسكر المجهودات نحتا نكني كفروق اللعابه باش ينجح ان شاء الله ونتمنى التوفيق للجميع الجمعيه يمين ثلاث ولا انت اللي كان افوز حمايد ان شاء الله باش يفولكي كلشي ويلي صهرنين في المقاره دار تنشكر كلوت المهم تنبغي نشكر بعدا اللجنه والجمعيه اللي قاموا بهذه المجهودات على حسابات الدوري تنبغي نشكرهم بزاف على هذا الشيء اللي قاموا به وسمحوا لنا على التضحيات اللي قدموا لهذا الشيء للتيران وهذا الشباب. المهم اليوم دوزنا المهم نقدم بعدا راسي ممثل شباب يمين ثلاث من الفريق اللي غادي يلعب المباراه الافتتاحيه مع تيوينان. المهم دازت القرعه كلشي على خير تنشكروا كلشي كلشي داز بالشفافيه حتى حد ما تقلق حتى حد ما عارض. المهم دازت القرعه على خير وتنشكروا اللجنه وعلى راسهم سعيد شبوخ وكاينين الدراري اخرين الدراري دو الجمعيه تنشكرهم على المجهودات باش قاموا التيران. شاركنا او تابعنا عن كتب القرعه الدوري يمين ثلاث بجماعه اسط واللي ينظم بمناسبه عيد الاضحى وهد القرعه اللي مرت في اجواء يعني فيها نوع ديال الشفافيه وديال الوضوح واللي شاركوا فيها يعني ممثلي الفرق المشاركه البالغ عددها 16 فريق اللي توزعوا على اربع مجموعات مثل هذه الدوريات لها دور كبير خصوصا في هذه الفتره ديال عيد الاضحى اللي كتعرف يعني توافد مجموعه ديال الافراد ديال جماعه اساس والمناطق المجاوره لزياره اسرهم وبالتالي كتكون متنفس للساكنه متنفس كذلك للشباب المنطقه. هما غصد القرعه الدوري يمين ثلاث نشكر الاخوان جمعيه يمين ثلاث دار نشكر الصحافه هيسوس القرعه تزري على سان مايوران. نتمنى التوفيق لجميع الفرق خصوصا الشباب طرقت.